تطورات متسارعة في تعز، حيث تسيطر المقاومة الشعبية ومعها الجيش الوطني على المزيد من المواقع، وسط توقعات بقرب تحرير تعز بالكامل. آخر التطورات تشير إلى أن المقاومة سيطرت على موقع العروس الاستراتيجي في قمة جبل صبر المطل على تعز بعد معارك طاحنة مع ميليشيات الحوثي وصالح استمرت لساعات، وقد تم أسر العشرات من المتمردين وقتل وجرح آخرون فيما فر العشرات منهم. المقاومة تخوض مواجهات عنيفة في محيط القصر الجمهوري وتحاصر المتمردين داخله وتسعى إلى إسقاطه والسيطرة عليه. يأتي ذلك بعد أن سيطرت على منطقة الكامب المجاورة للقصر الجمهوري ومعسكر التشريفات الذي يضم كتيبة قوات خاصة. وقبل ذلك كانت المقاومة قد سيطرت على قلعة القاهرة والأمن السياسي وحي المرور وشارع الأربعين والجهيم ونقطة الدمغة. رجال المقاومة في تعز عند وصولهم إلى قلعة القاهرة احتفلوا مع قائدهم الشيخ حمود المخلافي بالنصر. أن نشكر كل من خطط وكل من ساهم وكل من نفذ، نشكرهم من أعماقنا، نشكرهم باسم الشهداء، نشكرهم باسم الجرحى، نشكرهم باسم النساء والأطفال والشيوخ. كما احتفل أهالي تعز بالنصر على المتمردين بألعاب نارية أضاءت سماء المدينة. وفي ذمار أحكمت المقاومة الشعبية في مديرية عتمة السيطرة على كل المنافذ المؤدية إلى المديرية بعد تحريرها لأغلب المناطق، وذكرت المصادر أن المقاومة تطبق الحصار على ما تبقى من ميليشيات الحوثي في مركز المديرية.